شو هالوقاحة هي؟ انت كيف بتتجرأ تعمل علاقة مع جارية من حرم أخوك؟ مو سائل عن حالك؟ ما بتعرف انه هذا الشيء عقاب الموت؟ شو انت ناوي تموت كرمال جارية؟ انت مجنون ولا بدك تنتحر؟ ما بترجعك بعد عني. مراد مو شايف وشها حتى وبحياته ما صار بيناتهم اي شيء. سكوت، قواعدنا واضحة، كأمير ممنوع تطلع بجارية، فشلون تعمل علاقة معها؟ شو بده يصير هلا؟ بدك تقولي لأخي السلطان؟ أنا لهلأ ما عم صدق كيف ممكن يعمل هيك. منيح اللي ما حدا شافهن وراح خبر مولانا السلطان. لطفك سلطانة لا تقهري حالك، الحمد لله اللي شافتهن لليزار خانم وتدخلنا بالوقت المناسب. ما حدا رح يضرب هالشي، إياك حدا يضرب اللي صار. سلطانة مليكة هاتي مي بسرعة، نادوا الحكيمة حركوا. سلطانة لا لا ما في لزوم، أنا منيحة. تفضلي سلطانة، أكيد أنت منيحة؟ هي اللي بشوف هالبلاوي على الصبح شلون بده يكون منيح؟ سلطانة سلطانة، سألت إليانور عن العلاقة اللي بينه وبين الأمير وحلفت لي يمين إنه ما صار شي من قبل، هاي المرة الأولى. شو بتأمرينا سلطانة؟ شو نعمل هلأ؟ رح ننفيها فوراً لليزار. لا مو بهالسرعة، هلأ بتنقلوها على القصر القديم وبتضل هنيك، خلوا القابلة تعاينها وبعدين مننفيها، والله يستر ما تكون حامل منه كمان. كيف بتعمل هيك؟ كيف بتخبر السلطانة بقصتنا؟ ما خبرت حدا، عن شو عم تحكي؟ إبراهيم إبراهيم اصحك تفكر تكذب علي، انت الوحيد اللي بيعرف بقصة إليانور، شو اللي خلاك تساوي هيك؟ قيم ايدك احسن لك، انا ما خبرت اي حدا بشي. إبراهيم قاسم، انت كيف تتهجم على اخوك هيك؟ شو عم بيصير هون؟ ما في شيء. إبراهيم عشو عم تتطلع؟ قلتلك ما في شيء. هيك قاسم مثل العادة، وقت اللي بيغلط بيطلع خلقه علي وبيعصب. وقت كنت صغير كنت هيك كمان، ما كنت تقدر تطلع بعيوني وقت تكذب. إبراهيم أخي يلا حكيلي حكيلي بلكي بساعدكم. ما بظن هالمرة فيك تساعدنا يا بيازيد، هالمرة كتير صعبة. قاسم عشقان وحدة من جواري مولانا، وإله فترة عم يلتقي هو وياها بالسر. أنا نبهته 100 مرة، قلت له ما بيصير وما سمعني. الظاهر إنه أمي كشفته، وقاسم مفكر إنه أنا اللي فضحته، بس أنا ما خبرت حدا. قليل الأدب، يعني فوق مانو غلطان جاي حملك المسؤولية؟ بيازيد هالسر ما لازم حدا يعرف فيه، أصحك تجيب سيرة لحدا. متأكدة إنه هالدواء رح ينفعك يا سلطانة، تأمريني بشي تاني؟ شكرا كتير يا مليكة، يسلموا إيديك. مولاي قاسم خير؟ شوفي انت ليش عم ترجف هيك؟ ما في شي يا مولاي، بس كنت رايح حتى زور السلطانة. لك أن كون حذر، السلطانة مزعوجة وممكن تفش خلقة فيك. سمو الأمير قاسم؟ لليزار خانم، أنا مشغول بالي على إليانور، شو عملتوا فيها وينها؟ سامحني يا سمو الأمير، السلطانة قسم أوامرها واضحة،
ممنوع تعرف شيء. انتوا هيك عم تغلطوا، إليانور مظلومة. والله إذا عرفت السلطانة لحتى تعطي أوامر للجلادين يقتلوني. ما رح أبقى كثير لإليزار خانو. افتح الباب. أنت خليكي هون. سمو الأمير، أخيراً إجيت. ما تخافي حبيبتي، أنا معك. إليانور ما تخافي، أنا معك. أنا مو خايفة على حالي يا سمو الأمير قد مو خايفة على الولد اللي ببطني. والله إذا عرفوا فيه رح يعدموني فوراً. ما حدا حيعرف، أنا رح أحل الموضوع بسرعة، بس بدي إياكي تصبري شوي.